اليوم عندنا وقعة احتجاجية ثانية على خلفية اعتداء مواطن على ثلاث نساء عاملات يعانوا بقسم الاستعجال بالعنف الشديد. ثلاث نساء اللي اعتدوا عليهم أثناء قيامهم بعملهم. الشخص هذا وقع منها استدعاء من سيادة وكيل الجمهورية وما رعنا إلا من الغد يجي هني ويستفز في الأعوان ويقيس في البلاد بدعوى أن كلفة بذلك ونعرفوش إحنا هل ترى كلفة أم كلفة. مع ذلك رأنا مع احترام القانون ومع احترام العدالة واستقلالية العدالة هني إحنا كأعوان صحة هني طالبين حماية طيب بين حقنا في الحماية. يا ناس رأنا بشر كيفنا كيف وقت اللي صار ما صار في البلاد هذه المؤسسة الوحيدة اللي مغلقت شباب وخدمة أكثر من لازم والراجل سلم في ذريت والمرأة سلمت في دار والآخر كذا وخدمنا حتى 24 إلى 24 ومستعدين ذلك وما عندناش مزية. وحتى في النقاس بتاع السبيتر دخلنا في إضراب مفتوح في شهر جوان وكان الإضراب مفتوح وأثمر على الحاجات اللي أثمر عليها موجودة في السبيتر وميكون عاد حد اثنين. الحاجة الأخرى اللي نحب نقولها للمواطنين يا خويا رانا عندنا نقايص صحيح في السبيتار وهاكي مجهودات نحن شخصية لكن ثم حاجات راه تتجاوزنا كموجود كهني كأعوان موجودين في السبيتار كإدارة أو كأعوان ثم حاجات راهي حتى المجتمع المدني عنده فيها دور. المجتمع المدني إيش معناه؟ إذا كان أني بتحترمني والله ما ترى مني إلا القدر بتسبني إلى كل دقيقة ثم سبان كل دقيقة في السبيتار ما تمرش ما فيهاش سبان عاود. أما الاعتداء البدني ولا يوميا ولينا نسلكوا في روحنا يرحم بوك يرحم والديك تربح وحنا نجري في جهة المواطن يهديك تربح وكأن ولينا ما عادش ناس عندنا شعور ما عادش ناس عندنا حق الحماية ولينا ناس اللي يجي يحب في الشغل يا خويا راهو حني قايمين بواجبنا وتكلمنا عن نقاش السبيتار وصورنا حاجات رغم أن اللي صورهم اليوم نحط نقطة استفهام هل اللي صورناهم مدة شهر في شهر جوان ما زالوا بيقعدوا ولا لا لأن ثم نقطة كبيرة ولا ثلاث نقاط استفهام هل الاختصاصات اللي صورهم مدة كذا هل ترى يقعدوا ولا ما يقعدوش. اثنين ثم محضر اتفاق في شهر جوان 2011 ممضى في مقر الولاية وفيه مكاسب كبيرة للمستشفى زرزيسو أهالي زرزيس منهم نقاط إلى حد الآن ما زال أعوان الصحة اليوم مهددين في كل دقيقة لأن إلى حد الآن وحد ما شفنا أن ما هناش دورية أمنية قارة بالمستشفى وهذا راه سبق الاتفاق عليه من جوان 2011. الرجاء من السلطة المحلية الجهوية الوطنية التدخل لحماية المؤسسة وأعوان. الاعتداء بالعنف الشديد على ثلاثة ممرضات بقسم التوليد نعرب عن غضبنا الشديد من الاستفزازات الصادرة عن نفس الشخص بعد إطلاق سراحه مع احترامنا لاستقلالية القضاء ونزاهته تحميل المسؤولية لكل الأطراف المتسببة في ذلك. نطالب بتفعيل محضر الاتفاق المبرم بمقر الولاية في شهر جوان 2011 توفير دورية أمنية قارة بالمستشفى لضمان حماية المؤسسة والأعوان. السبيتار هنا راه ناقص برشا حاجات ناقص طب خاصة الانعاش هذايا راه ناقص ياسر. الناس قاعدة تموت بالزوز كل يوم الاقتصاديين ما حبوش يجوا هني الاقتصاديين البرة في الخواص موجودة ياسر فهمتوا في وسط السبيتار ما يجوش علاش الشيء هذا علاش هذا عندهم برشا براهن عندهم برشا حاجات معناها يجي مريض فهمتنا لا مرة اثنين ثلاثة فهمت ما يلقى حد شيء هذاك علاش الناس تغشش وتصير برشا حاجات من الشيء هذا. الاعتداء مرفوض والناس كلها ترفض لكن اش باش يعمل المواطن ده كما يلقى الشيء هذا ما يلزم يدير حاجات